الخزينة العمومية تضيع ما يفوق 11,000 مليار دينار كضرائب غير محصلة، المتسبب فيها تجاوزات وقعت في كثير من المؤسسات العمومية. مشروع القانون المتبني لتسوية الميزانية لسنة 2016 عاد العديد من التجاوزات من طرف المؤسسات العمومية، ونتيجة بالطبع الضرائب الغير محصلة والحقوق الجمركية التي لم تدفع، والتي كما قلنا وكما قلت صرحت بها أنت أيضا فاقت 11,000 مليار دينار. مبالغ ضخمة وجزء كبير منها غير قابل للتحصيل، ومنها 6,300 مليار دينار تمثل إدانة قضائية ضد البنك التجاري والصناعي المحل. الأكبر من هذه المبالغ التي تقدر بتقريبا 6,300 مليار دينار تمثل إدانة مالية مع غرامة مالية ضد مكلف بالضريبة واحد، وهو البنك التجاري الصناعي الجزائري السابق الذي هو محل التصفية. محدودية الرقابة على التهرب الضريبي والتأخير الذي عرفته عملية رقمنة مختلف الإدارات المختصة بالجباية، إضافة لعامل البيروقراطية، كلها عوامل ساهمت في تضخم حجم الضرائب غير المحصلة. الجهاز المكلف بجمع الضرائب في كثير من الأحيان تجد بأنه يعني عنده بطء، وكذلك أيضا عدم قدرة على تحصيل ما يتم إقراره في مختلف قوانين المالية من ضرائب ورسوم. الأرقام والمكشوف عنها مؤخرا تظهر نزيفا كبيرا تعرفه الخزينة العمومية بسبب التهرب الضريبي، متاعب تضاف إلى أخرى يعاني منها الاقتصاد الوطني.